تستعد دولة الكويت لاستضافة الدورة 73 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وذلك خلال الفترة من 15 حتى 16 من أكتوبر الجاري، حيث أقيم مؤتمر صحفي بمقر وزارة الشؤون لهذا الصدد. وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبد العزيز شعيب، قال إن المجلس سيقوم بمناقشة العديد من القضايا الاجتماعية الهامة، كما ستقيم دولة الكويت فعاليات الأسر الفلسطينية المنتجة على هامش أعمال الاجتماع. تاريخ 15-16 تستضيف دولة الكويت أعمال القمة 73 للسادة وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المكتب التنفيذي في فندق الفور سيزن. سيناقش المكتب أو الاجتماعات السادة وزراء الشؤون الاجتماعية العديد من القضايا المهمة المتعلقة في الفقر وتمكين الأسر المنتجة من إن شاء الله تطوير أعمالها، بالإضافة إلى العنف والقضاء على الفقر مرة أخرى وتمكين الشباب ومعالجة القوانين الموحدة المتعلقة في ذوي الهمم وكبار السن. طبعا على هامش هذا الاجتماع سيقام معرض خاص في ترويج المنتجات الفلسطينية للأسر الفلسطينية المنتجة، سيقام في غدا الساعة 11 الافتتاح في مجمع الأفينيوس. تم توفير عدد 30 بوث لعدد 22 أسرة فلسطينية منتجة وثمان أسر كويتية منتجة، تقوم في الترويج وتسويق المنتجات الفلسطينية كنوع من دعم القضية الفلسطينية والتعاون المشترك مع الأسر الفلسطينية.